من صميم القلب من خير المعاني توصل انفال الكريمه بتهاني الف مبروك يوم تحقيق الاماني جعل عمرك دايما كله سعاده من صميم القلب من خير المعاني توصل انفال الكريمه بتهاني الف مبروك يوم تحقيق الاماني جعل عمرك دايما كله سعاده يوم مريم داركم بالخير عامر هجسي حبلكم هاليوم حاضر ينشد الشيلات يا بنت الاكابر يوم ابو مريم يفاخر بالشهاده احمد القشبه الثاني والمهاره دكتور موقعه دوره صداره بعد خمس سنين عن عزم وجداره قد وصل اعلى المراتب بالاراده شوقي احمد بعد صبره واجتهاده وبعد خطبه حقق البري مراده يا ابو مريم علمك اعطاك السياده الف مبروك التفوق والشهاده يا كريم الاصل يا خير الرجال بعد جهدك في طويله الليالي صرت في ذا اليوم من اهل المعالي لان درب العلم لكم ضحى فرحة ونور العين مريم للقلوب يفتح منكم الهم والغم ألف يسلم بلغهم ربا وعلمهم ضي البيت وأنتم له عمادة من صميم القلب من خير المعاني توصل أنفال الكريمة بالتهاني ألف مبروك يوم تحقيق الأماني جعل عمرك دايما كلها سعادة يا أم مريم داركم بالخير عامر هجسي حظكم هاليوم ينشد الشيلات يا بنت الاكابر يوم ابو مريم يفاخر بالشهاده احمد القشبة الثاني والمغاره صار دكتور موقعه دوم الصداره بعد خمس سنين عن عزم وجداره قد وصل اعلى المراتب بالاراده بعد صبره واجتهاده بعد غربه حقق البري مراده يا ابو مريم علمك اعطاك السياده الف مبروك التفوق والشهاده يا كريم الاصل يا خير الرجال بعد جهدك في طويله الليالي صرت في ذا اليوم من اهل المعالي لان درب العلم هو درب العباده لكم ضحى فرحه ونور العين مريم للقلوب مرتاح منكم الهم والغم الف يسلم بلغهم ربا وعلمهم ضي البيت وانتم له عماده استوديو روحين.